شوف يا مالتي، كل واحد فينا ليه ماضي بيطرده، ومهما حاول يهرب تلف الايام ويرجع يطرده تاني، وكل شيء بأوان. اللي تؤمر بيه ما عليك. الظاهر انك هترجع تلبس الجوانتي تاني وتفتكر ايام زمان. نفتكر ونلبس. رومانا غلطت اول مره وسامحتها. انت عارف الغلطه التانيه عندي بقد روح. حصل ما عليك. مش عايز الاقي لها اثر لا هي ولا اللي في بطنها. عايز الحكايه دي تحصل من غير دوشه ولا شوشره. عايز اغمض عيني وافتحها ما لهاش. الحكايه دي لازم تحصل بايدك من غير طرف ثالث. خلصت الحدوته يا رمانة. بح خلاص. هذا وما فيش مفر منه. لو تحط ايدك في كبس الكهرباء. أنا لو كنت خالية ولا يهمني، ولو كان نزل الدنيا كنت هبوس إيدك عشان تقتلنا أنا وتسيبوه. الأمر جاي من فوق يا رمانة. بلاش بلاش يا مات، إحنا ولاد كار واحد. سامحيني يا بنتك، ما تخافيش يا رمانة، أنا مش هأذيكي، أنا بس هقتلك. اعملي يا رمان؟ هقتلك يا مرض. ايه يا رمان؟ احنا ولاد كار واحد. تغور يا ابن الكلب. الله يسامحك يا رمان. السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عملت اللازم؟ طبعا، أول ما الزوز جاب لي العينات عملت اللي أنت قلت عليه بالظبط. حلو، شو النتيجة؟ البني زي ما قلت معاليك، نفس الخلطة بتاعتنا.
شوية بينك على شوية عيش وطبعا ما فيهاش أي حشيش. والأبيض مهروش أبو كسين المهرول متشعرة بماكس فورد وعليها شوية نيشان، وطبعا اللوجو بتاعنا متقلد بنفس الخط بالظبط وعلامة الكف متقلدة. يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب، خلاص الغش بقى عيني عينك كده. الفراولة نقسم عليك، وعشان كده هرشوا لبد المهرول. الناس خلاص يا فندينا قلقت برع الحياة. البودرة سوقها نايم زي ما عليك عارف، عشان سعرها بقى غالي والرجل خفت عليها قوي. ما هي الخلطة دي جر رجل اللي يطلبها، مزاج الكيمياء واكل اليومين دول، وزبون الفراولة أما يجرب أبو حسين مش هيسلاها. الله يخرب بيوتهم، عايزين يدمروا دماغ العيال. بقى أنا أتعب وأشقى وأعمل لهم من طلب العلا عشان الواد ولا البيت لما يصطبح الصبح بسكارة يقوم يذاكر بمزاج، يجوا هم حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. السلام أنت يا دكتور. بعد إذنك يا معلم خميس. شايف الناس؟ شايف الناس يا زوز؟ الدكتور ده كام يوم في المعمل؟ يعني يوم واحد بس. حلو الدكتور. اه حلو. طيب يبقى حاسبه وتبعت برسالك للمعلم الدهان تقول له افندينا عزمك على اكله سمك. افندينا عزمك على اكله سمك. انت وكل حبايبك من فوق لتحت، من فوق لتحت. يتوب علينا ربنا. امر افندينا. أهلا. شبكة بتترمي وانت ونصيبك. اه البحر واحد والسمك اشكال. سبحان الله قادر على كل شيء ونعم بالله. والرزق يحب اللمة، واللمة يعني الصحبة، والصحبة ما بتحلاش غير بأكلة سمك. سلو بلدنا بقى. بسم الله. بألف هنا. معلمين السواحل وخط الجناة، ومعلمين سينا والدلتا، ومعلمين الصعيد، الكل جاك يا فندينا حسب الطلب. حبايبنا فوق وتحت. احنا صحيح متفرقين على الخريطة، بس المزاج واصل للود ومقرب البعيد. واحنا جينا عشان نسمعك ونوزن الكلام. تسمع كلام رزين بعون الله بالهنا والشفا. السوق لم يا رجالة، السوق لم، والرخيص ريحته فاحت، والضرب بقى تحت الحزام، والكار بقى أوسخ بالسياسة. عشان كده التطهير بقى فرض علينا. بتفكر في ايه يا خميس؟ أقول لك بفكر في ايه. كل جمبري وأنا بقول لك بفكر في ايه. زي ما القعدة دي، اتفضل يا معلم، محزمة البلد من فوقها لتحتها، عايزين كمان نحزم السوق ونمسك لجامه ونخلص من الرخيص ونرجع المزاج الاصلي بتاع زمان، نرجعه لناسه. مزاج الخير. اتفضل يا معلم. تسلم. مزاج الخير مش ختم بيتضرب وخلاص، لا، دي ماركه مسجله. مسجله، ماركه مسجله زي اي ماركه بتضمن للزبون الجوده بتاعت المنتج والبضاعه دي. ومش شويه وساخ كبير سلم هيعكروا حليب افندينا. الله الله يفتح عليك يا معلم دهان. تسلم. الله يفتح عليك. عشان كده انا بقول انه من النهارده مفيش ولا جرام ولا حبايه هتنزل السوق الا بتصريح مني. وده عمره ما هيحصل إلا وأنا متغطي دفيان بإخواتي الكبار. ولا يا معلم دهان؟ إحنا أهلك وعزوتك ورجالتك وقت اللزوم. من شوية صديت يا معلم. الفاتحة على اللي يخون العيش والملح. بسم الله الرحمن الرحيم. انت بتقول ايه يابا؟ ده انا اتبعها بايديا دول. اه
انا مش عاوز اقول لك من بدري عشان ما تهبلش الهبل اللي انت بتهبله ده. اركز شويه يا ابني. اركز ازاي يا معلم وانا بسمعك تقول كلام زي ده؟ يا ابني اركز عشان نعرف نفكر. مطر ما هي سوريا وبعد اللف اللي لفيته ده اكيد رقد على كتير. وهي دي فيها تفكير يا حاج. انا اخد بعض دلوقتي واروح اجيبها من شعرها واعلم على وش اللي خلفوها تلات وحي. تقول تهري وتعترف وتقول لي راحت الخميس تعمل ايه؟ دي مراتي يا حاج، مراتي. ما عشان مراتك لازم تركز عشان نقدر نفكر، والا هنلاقي نفسنا لابسين في حيطه. فهمت؟ اديني اهدى يا حاج، اديني اهدى لما اشوف اخرتها ايه. قول لي يا حاج، قول لي اعمل ايه وخلصني. حاضر، هقول لك لاجل ما نخلص خالص. وحياة ابوها لكون سحالها ومسففها تراب البلد من بيتهم لحد هنا. براها عليها يا خميس، البنت حبلة وبطنها مليانه. دي سرقت ابني يا امه، والمصحف لا شرحها قصاد ابوها. الحقنا يا فندينا، الحقنا. في ايه تاني؟ البنت بس اللي شغاله مع رمانه. مالك؟ الحق يا سي خميس، خدوا رمانه، قتلت المال والحكومه خدتها. سيئه عليك النبي، تلحقها، دي مالهاش بتضيعها الدهيره. ايه يا بنت الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ بركة يا جامع، خدت الشر وراحت. انت يا بنت الكلام ده حصل انت وازاي؟ الحكومة جت خدتها، والمحامي اللي اسمه بدران كان معاهم. رمانة قتلت الموت. بدران ايه اللي كان معاهم؟ هيقتلونا. طب ليه احنا عملنا ايه؟ انا سمعت المعلم نوح بيقول لبراءة ان اول ما عينين الحكومه تغفل عنك هيدويكي في حته ما حدش يعرف فيها اي حاجه عنك ولا حد يخلصك. يا لهوي، ليه؟ انا عملت ايه؟ هيودوني فين؟ انا عارفه بقى، ده انا كمان حاسه ان هم هيغدروا بيا. وكل ده ليه؟ عشان انا عايزه اخد دار جوزي وهم رافضين عشان مصلحته. يا نهار اسود منيل، طب والعمل؟ يعني احنا كده هنروح فطيس؟ مش عارفه بقى، ده احنا حتى لو حاولنا نهرب كلابهم محوطه المنطقه كلها، دول محاطين الفيلا من كل ناحيه. يبقى بقى مفيش حل غير انك تحطي ايدك في ايدي. انا يا ليك يا ست مطر اللي انت تقولي عليه انا ماشيه على طول. مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ ايه؟ قتلت المالت؟ المالت بيضون صاحب الكباريه اللي كانت شغاله فيه بقالها فتره. كانت؟ ليه؟ هي سابته؟ سابته شويه وبعد كده رجعت له، وقعت من طولها وهي بتقدم النمره بتاعتها، وبعد كده ما رجعتلوش تاني. مش البت دي بتاعت افندينا؟ ولفت شوية على براءة وبعد كده سلمته الخميس فقضية شروع في قتل. اسمع يا علي، أنا عاوزك تتابع لي تحقيقات القضية دي بنفسك. عاوز أعرف عنها كل صغيرة وكبيرة. تحت أمرك يا باشا، بس إيه علاقة قتل رقاصة لصاحب كباريه باللي إحنا فيه ده؟ كله شمال يا علي. كله شمال وننفذ على بعض. يفتكر نفسه مستخبي يبقى غبي، عشان كل العيون شايفاها. رمانة زي سعاد، الاتنين غلابة وسط ناس ما بترحمش. واحدة كان نفسها في ظل راجل خلي بيها، والتانية شالت في بطنها حتة من الراجل ما حسش بيها، وفي الآخر قتلها. المالت كان سكينة في ايد الباشا، والباشا مخ في راس افندينا، وكله مفتح على بعضه. خميس، العمروتي هو اللي بعت المالت الرمانة، صح؟ وانا جريت عليها عشان الحقها، قلت احميها وارمي المالت في السجن يمكن كفر عن ذنوبي. خدت النجدة معايا، اكتشفت اني بسلمها بهدايا للبوليس، وهي بصت بعينيها مش فاهمة انا معاهم بعمل ايه. انت اللي بعتني العمروتي وقلت لهم رمانة حامل؟ زي ما انت بعتها يا خميس، وبعت ابنك لما مرتها تنزله قصدي تقتله. كلنا بنبيع يا خميس،
احنا في سوق مزاده مفتوح واللي يدفع اكتر بيشيل. كان كان هقتلك يا بدران، هقتلك. اقتل اللي جواها، مات من زمان وماتت معاه كل حاجه. اللي قدامك ده جثه مستنيه اللي يدفنها. عارف ليه؟ عشان انا بقيه من زباين مزاج الخير. مزاج الخير يا فندينا، مزاج الخير. هو فين؟ هو فين الباشا عبد الوصول؟ يا عمروتي! خميس؟ في سلو بلدنا. اللي تسيب بيت جوزها وتخرج عن طوعه ملهاش دية. بقول لك وطي صوتك وبلاش فضايح. اوعى تكوني فاكرة العيال اللي بره دي هيحموكي مني ولا الغندورة ابوكي. فوقي لنفسك. انت مرات خميس يا فندينا. وطي صوتك يا خميس. وكتاب الله لولا اني خايف على اللي في بطنك لكنت خليتك تتمني لو اتولدتي من غير لسان. ليه بقى؟ عشان حطيتك قصاد روحك؟ وعرفتك ان خاين ومش قد الوعد اللي وعدتهولي؟ اقول لك انت ايه؟ راشي اضرب اضرب كمان يا خميس، وما تخافش على اللي في بطني عشان اللي في بطني خلاص. يعني ايه خلاص؟ نزلته يا افندينا. خميس عدى كل الخطوط الحمراء، هد كل اللي بنيناه عشانه، وما سمعش اي نصايح. خميس a dépassé toutes ses limites. Il a refusé nos conseils et il a détruit tout ce qu'on a construit pour lui. C'était toi qui l'as choisi. انت اللي اختارته. كنت فاكره قوي، طلع قوي بس عشان اللي حواليه ضعف. انا بعتذر. Je crois qu'il était plus intelligent, plus fort, mais sa force apparemment venait de la faiblesse de ceux qui sont autour de lui. Je suis désolé. Et le travail? هو الشغل. هنزود كمية ترامادول، السوق عطشان، هيستوعب أي كمية ننزلها. On va augmenter la quantité de tramadol en marché. Le marché a soif et il va absorber toute quantité qu'on va donner. On va bien travailler. Et Afandina? Oui, Afandina. Finito la musica. Basta la fiesta. Basta la fiesta. Finito Afandina. تمام يا فندم. خير يا اسف، ما دام طلبت تقابلني يبقى عندك جديد. ده حقيقي يا فندم. خير ان شاء الله، اتفضلوا. بصراحه يا فندم انا جاي استاذن سعادتك في انك تصرح لي مجموعه افراد ذات مواصفات خاصه وما يكونوش محروقين بالنسبه لتجار السوق. مواصفات خاصه ازاي يعني؟ يعني مواصفات بدنيه وذهنيه لاقتحام مكان سري. بس ده يا فندم مش بشكل رسمي. ايه الالغاز دي يا اسف؟ ما تتكلم بوضوح. فرصة يا فندم وجات لحد عندنا، واعتقد ان احنا لو استغلناها صح هنقدر نوصل لحتن السوق اللي مغلبنا بقالهم فترة دول. فرصة ايه دي بقى؟ خلطة موزونة وبكر، بس انا تعجبني الخلطة دي اكتر يا معلم. يا باشا الابيض غالي قوي والفراولة شح على الآخر، ضربنا الخلطة دي عشان نسد بيها البقاء. ضربت الخلطة ولا ضربت فندينا؟ ما هو مستقب معاليك ومضايق على الكل. بس الخلطة دي ما تربيش زبون يا معلم. ليه يا باشا لا مؤاخذة يعني، ما تربيش زبون ليه؟ لأن اللي هيدوقها هيزمل المالت في تربته. يا باشا احنا شوف يا معلم، انتوا دخلتوا السكة الصح بس لسه ما خططوش العتبة، حبة حبة هتخطوا. أيوة يا باشا، يعني حبة حبة لغاية فين؟ في بودرة بيور جاية، بس كانت جاية لناس تانية غيركم، أنا هرسي العطا عليكم، بس دي مصلحة بروحين. بروحين؟ يعني إيه بروحين يعني ولا مؤاخذة؟ البودرة دي بيور جاية على أبوها مش مخلوطة. نصها هينزل السوق. النص التاني بقى في مكن أنا جايبه لسه نوفي من الصين. البودرة دي تخش المكن ده تطلع برشام من الناحية التانية. نصه هيتطحن والنص التاني يتباع برشام زي ما هو، فهمتوا؟ فهمنا. إلا فهمنا، ده احنا لازم نفهم يا باشا. طب لا مؤاخذة يا باشا، يعني وأفندينا؟ أفندينا مين؟
رأيك عن نفسي نفسا طيبة مطمئنة، ترضى بلقائك وتقنع بقضائك. اللهم اغفر لي ذنوبي وكفر لي عن سيئاتي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وبعدين يا براء هتفضل على الحال ده كتير؟ مش شايف ان تصرفاتك بقت غريبة قوي؟ حبستي في البيت ليل ونهار، وكلابك اللي انت طالقهم حوالين البيت، وسهرك كل ليلة، ايه؟ الكلاب اللي انا طالقهم دول يا حبيبتي انا طالقهم علشانك. علشاني انا؟ ايوه عشان يحموكي. طب ما تقولي كده يا براء في ايه في دماغك يمكن افيدك. يعني انا لو قلت لك يا مطره هتقولي لي الصراحه؟ انت عارفني رقبتي. رقبتك يا حلاوه رقبتك يا جمال رقبتك يا طعامه رقبتك. في ايه يا براء؟ في ايه؟ هتخنقني؟ ما تخافيش يا حبيبتي، انا عايز احضنك عشان ابوسك عشان نبدا الاحتفال. احتفال بايه؟ هو انت ما قلتيش؟ هو انت ما عرفتيش؟ السوق بيشغى مطره، الف من لوطار عند افندينا، وكل حالف يقرا الفاتحه على روحه. مش هو بس، لا، هو وكل اللي اداله تحت جناحه، كلهم يا مطره كلهم. فرصتي الوحيده اني ابقى قريبه منك ما تجيش الا وانا شكلي كده. انت ايه اللي وصلك لكل ده؟ رحت ازاي للسكه دي ولا مين اللي خدك ليها؟ انت. انا خليتني ايأس منك ووجع اليأس ملوش دواء. انت هتقومي وهتخفي. هتخفي يا فاطمه، لازم تخفي. انا مش عيانه عشان اخف يا خميس، انا غرقانه في بحر غويط طبشت فيه ياما، في الاخر رماني على شط بعيد لا طايله فيه موت من حياه، زي ما عشت عمري كله متشعلقه في حبك وانا لا طايله فيه موت ولا حياه. قومي يا فضله، قومي ودوسي على كل ده وشبي على ايدي واشيلك على كتفي زي زمان. قومي يا فضل وخدي كل نفس تطوليه من الدنيا واعملي كتب لعم زغلول عشان يباع والناس تقراه. شدي عود ام فضل من تاني وردي فيها روح. قومي يا فضل وذاكري وانجحي كملي اللي ناقص فيا. انجح؟ ما انا خلاص تعبت، ضاع مستقبلي. الله يجازي اللي كان السبب. انا ماليش دعوه. اوعي يكون لك دعوه، انا خايف عليك من دعوه واحده زي امي او واحد زي ابوي. بيقولوا دعوه الغلابه مستجابه، ويا رب ما تطولك
رب. يا معلم زيادة حبتين. حقف ايه يا معلم؟ سر الخلطة اللي اديتها لنا. خلطة أفندينا جابت زبونها في يوم وليلة وخيرها رمى كتير. طب ودول يطلعوا كام يا معلم؟ العدد في الليمون يا ست شوق. وبعدين يعني احنا المفروض ما بقاش بيننا وبين بعضينا الكلام ده ولا ايه؟ دول باين عليهم كتير قوي يا معلم. شو سيبها تفرح يا معلم وتفك عن نفسها. بس احنا الوعد اللي كان بيننا ما كانش فلوسه بس يا معلم نوح. المعلم النوح طول عمره عنده وعد يا معلم ابو سنة. شوف يا معلم، انت اديتنا سر الخلطه وحقها وصلك وزياده حبتين، ينقصنا سر افندينا عشان تركب انت مكانه ولا ايه؟ اه قال لي هو انت روح له بقى يا معلم علشان نخلص من الليله دي ونفوق لاكل عيشنا. انا اقصد كل خير. هو احنا لينا يا راجل الا الخير؟ وبعدين ابو سنه اقصد المعلم ابو سنه هو اصل مزاج الخير. وعشان ده يحصل يا معلم افندينا يلزمه يمضي استماره سته من السوق. وساعتها يبقى مبروك على السوق كله رجوع المعلم ابو سنه لي. وشرف امي اللي خليك تتمني الموت. الحقوني الحقوني. الحيك صرخي صرخي. عايز ابوك يسمع سيرتك من ايه؟ والمصحف اللي خليه يبوس جزمتي عشان اعتقك. وهقتلك يا فريده هقتلك. ورابط الحقوني ارحميني ارحميني. تقتل ضناها ما تستاهلش الرحمه، تستاهل الموت. وانا هقطع من جسمك نسايل نسايل. زوز امر ما عليك. البنت دي تتحبس، لا اكل ولا شرب ولا ميه ولا شمس ولا هواء لحد ما نشوف لها تربه ندفنها فيها. لا امر يا فندينا. يلا يلا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. البني آدم بطبعه طباع، وأول ما يقعد يهبش الإيد اللي اتمدت له. ليه كده يا خميس؟ ليه؟ ده معاريك اديته فرصة عمره.
بس انا عاوز اسال معاليك سؤال، انت ليه مش مسلح رجالتك بدل ما تخلي الكلاب صوتها يعلى وتعوي في بيتك؟ انا مش رئيس عصابه يا نوح. العفو العفو معاليك، انا بس خايف. انا مش جايبك هنا عشان تواسيني، انا جايبك عشان مأموريه محدده. وانا خدامك يا باشا. تعمل اللي هقولك عليه بالحرف الواحد. يلا زوز خليك انت ابراهيم. ده في ايه؟ في ايه؟ يلا يا متر تعالى معانا من غير عوض. عوض؟ في ايه يا زوز؟ في ايه يا معلم؟ انت ما سمعتش بيقول لك من غير عوض؟ يلا يا رب البس الشوافه بتاعتك يا خفيف. يلا حبيبي اطلع. انت كمان حاسس تانية، ايه اللي بتعملوه ده؟ الله الله الله، في ايه؟ بنت اثبت اركب استلم ابراهيم استلم اطلع مصر. كلمتين ملهمش تالت. تروح لولي نعمتك اللي مشغلك وتقول لو عايز يشوف بنته تاني اللي قتلت ابني في بطنها يوصلني باللي مشغلينه بره ويخلع هو. انت كده بتعادي الكل. الكل مصارينه في ايدي والكل روحه تحت جزمتي، ومن النهارده مفيش بضاعه تمشي في السوق غير بضاعه افندينا، ومش هسيب خرم ابره لحد من كلابه. السوق تربه مفتوح بقها ما بتبلعش الا للي استقوى ويفتكر روحه فوق قوانينه. خلي غيرك ياكل من وراك. وانت مالك؟ انت يا دوب مرسالي. امرك يا فندينا، بس في كلمه لازم تسمعها. ارغي في المري. جلسه رمانه بكره، روح لها المحكمه وقت جنبها عشان حتى بالمرة تطمن على ابنك. ابني هي ما نزلتوش؟ امال هي مش عايزة تقابلك طول الفترة اللي فاتت دي ليه؟ استخدم عقلك صح مرة بقى يا أخي، يمكن تشوف اللي أنت مش قادر تشوفه.